الرحيم. طلبتي الأعزاء، أتمنى لكم أن تكونوا بصحة وعافية في هذا الزمن الصعب، وأهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. ونبتدئ محاضرتنا في هذا اليوم، أعتقد هي المحاضرة الثالثة، الـ first week of development of the embryo، اللي هي إحنا حناخذها أسبوع أسبوع، لأن فترات الحمل تقاس أسبوعيا، فحنشوف شو راح يحصل في الأسبوع الأول. بداية راح يكون الزايغوت اللي هو تكون من تلقيح السبيرم للبويضة، راح يوصل أو ينقسم إلى خليتين بعد مرور 30 ساعة من الإخصاب. It divided repeatedly by mitosis، وراح يحصل انقسام لهذا الزايغوت بعد أن يتكون انقسام ميتوزي حتى يزيد عدد الخلايا. فهنا راح الزايغوت ينقسم إلى خليتين، ثم ينقسم هالاثنين هذني راح ينقسم هم انقسام ميتوزي ثاني حتى يتكون عندنا أربع خلايا، والأربع خلايا هذه كذلك حتنقسم تكون لنا ثمان خلايا، ثم الثمانية راح تكون لنا من 12 إلى 16، وأعتقد هي راح تكون هو الصحيح هو 12 أو 16 خلية. فإحنا شو نقول؟ These cells which become smaller، طبعا أثناء هذه الانقسامات الخلايا راح تصغر في كل انقسام. Divided هو الكلافج، هو يعني الانقسام. هذا division to form after the third cleavage، بعد الانقسام الثالث راح تتكون عندنا 12 إلى 16 خلية. ايش راح نسميهن ذني؟ هاي كتلة الخلايا دا تشوفوها بالنص، هذني راح نسميها البلاستومير. إذا الخلايا اللي في الوسط راح نسميها البلاستومير. Attached together and surround by zona pellucid، وهذا الجدار، هذا الجدار اللي يحيط بالخلايا اللي هي البلاستوميرز راح نسميه مثل ما تعرفون سابقا اسمه الزونا بيليوسيد. طيب بعد مرور 3 أيام من الانقسامات هذه، هذه الخلايا او هذه الكتلة من الخلايا راح نسميها الموريولا. الموريولا هذه راح يبتدئ، احنا عندنا هذا جدار الرحم موجود عندنا، راح تدخل سوائل فلويد الى داخل هذه الزونة، الى داخل الموريولا. فهذا السائل من الرحم راح هذني الخلايا اللي هي عبارة عن كتلة واحدة راح يقسمهن الى نوعين من الخلايا، قسمهن الى نوعين من الخلايا. هاي الخلايا ايش راح نسميها؟ الطبقة اللي بالداخل راح نسميها الامبريو بلاست، او نسميها الانر ماس سيل او الانر سيل ماس، يعني الطبقة الداخلية اللي راح تشوفوها هنا في الداخل. هنا راح يكون السائل الموجود هنا في راح نسميه بلاستوسايت كافيتي، هذا في الوسط. الخلايا المحيطة هذه راح تكون الجزء الخارجي راح نسميه التروبو بلاست أو الأوتر سيل ماس. هاي كل هالعملية هذه، هاي كل العملية هذه تكون في اليوتريس أو الرحم. طيب هنا الإمبريو بلاست حتى تشوفون هاي الخلايا الداخلية هي اللي بالمستقبل إن شاء الله هي اللي راح تكون الجنين. أما التروبوبلاست اللي هي خلايا الغذاء، احنا مين يجينا الغذاء هنا؟ طبعا راح يجينا من الام. هذا اليوتيريس هنا راح تقفل السيرفكس عنق الرحم بمايكوزا بلاك كلوسينج هنا حتى يمنع خروج هذه البويضة المخصبة او هذا الجنين الى الخارج. اذا هنا بعد مرور 5 أيام أو 4 أيام راح نشوف الإمبريوبلاست
حنشوفه هنا، هاي صورة ثانية أعتقد موجودة عندكم، هاي البلاستوميرز وهذه الزونة بيليوسيدة وهاي كلية نسميها الموريولا. هنا طبعا مثل ما قلنا الزونة بيليوسيدة هاي إلى الخارج، وهذا الفلويد اللي موجود هنا، قلنا الخلايا الداخلية الانر سيل ماس ايش راح نسميها امبريوبلاست اللي هي راح تكون لنا الجنين بالمستقبل، والتروبوبلاست اللي هي الطبقة المحيطة هذه اللي راح تجي عن طريق الأم. هذا هو جدار الرحم مثل ما تشوفون هنا، واضح عندكم بهذه الصورة. طيب هنا إذا تلاحظون هنا نفس الصورة هذه، وهذا هو جدار الرحم. هنا بعد مرور 3 أيام مثل ما قلنا 16 خلية، هاي 16 32، تشوفون دا يصير اقتراب بعد مرور 4 أيام هنا أو 4 أيام ونص، دا يصير اقتراب من جدار الرحم. ليش؟ حتى تتم باليوم الخامس أو اليوم السادس عملية الانغراس. سبب الامبلانتيشن في الاندوميتيريوم هنا مال اليوتريس حتى يبتدي ياخذ غذاءه من الام. هنا بهاي الصوره تلاحظون هذا الانغراس، هنا هم كذلك هاي الصوره شوفوا الامبلانتيشن. طبعا الانغراس هنا الانغراس اول ما يبتدي مثل ما تشوفون هنا، اول ما يبتدي بارشيالي يعني انغراس جزئي، ثم يبتدي الدخول الى الداخل يتعمق فيصير انغراس كلي مثل ما حنشوف في محاضرتنا هذه. هنا خلنا نقراها، هنا قلنا الموريولا passes in the uterine tube by cellulated مثل ما قلنا بواسطة الأهداب مال الإبيثيليوم حتى تتجه إلى اليوترس to implantation in endometrium until feed and growth. ليش قلنا يصير عملية الانغراس؟ حتى تبتدي عملية التغذية وكذلك عملية النمو. الفلويد هذا مين يجيني؟ Fluid from the cavity of uterus collected between the cells. يبتدي هنا السائل اللي راح يجينا من الرحم يدخل إلى خلايا الموريولا through the zona pilosida من الزونة بليوسيدة حتى يدخل السائل راح نسميه بلاستوسيلي. The plastocilli divided قلنا الخلايا هذه تنقسم إلى نوعين من الخلايا، قلنا خلايا داخلية، هذه الخلايا الداخلية إلها اسمين inner cell mass، هاي الخلايا أو الإمبريو مثل ما قلنا هنا الإمبريوبلاست. أما الخلايا الخارجية اللي هي المحيطة هذه الخلايا راح نسميها الأوتر. طبعا الخلايا الخارجية شنو فرق الخلايا، خاف يجيك سؤال، شنو فرق الخلايا الداخلية عن الخارجية؟ الخارجية راح تكون فقط يعني خلايا واحدة، خلايا واحدة مثل ما تلاحظون هنا خلايا واحدة أو صف واحد من الخلايا. أما الخلايا الداخلية فهي مجموعة خلايا. بعد هذا راح يبتدي هذا الزونة بليوسيدة يبتدي ديسابير يختفي. أكو عندنا تغذية راح تجينا هنا طبعا أثناء هاي الفترة. The uterus at the time of implantation in the secretory phase, the blastocyte implants occur in the endometrium of uterus along the anterior or posterior wall of the uterus near the fundus. هنا تلاحظون التغذية مين تجيني؟ من الغدد الرحمية. هنا الغدد الرحمية راح تجي إلى الجنين وهاي راح تفرز لنا شغلتين اللي هي الكلايكوجين وكذلك الميوكاس اللي هو المخاط. طيب أكو عندي بعض المصطلحات
البلاستو هو المكون الأصلي من أي خلية؟ طيب إذا عندنا الخلايا والسائل فنسميها بلاستوسيست، الخلايا والفلويد راح نسميها بلاستوسيست. طيب إذا الخلايا وحدها مثل ما قلنا اللي هي هذه الخلايا وحدها كنا شو نسميها البلاستو الخلايا بلاستوسايت اللي هي هذه، أما السائل فنسميه بلاستوسيلي، أما السائل فنسميه البلاستوسيلي. هاي فقط للمعلومات لكم. إذا بعد هذه المرحلة شبابنا ما أخذنا إذا تذكرون في المحاضرة الأولانية هنا الأسبوع الأول من الحمل ابتدى شنو؟ ابتدى ينتهي. طبعا هنا تمت عملية في اليوم الأول فيرتلايزيشن، هنا الزايغوت هذا راح ينقسم إلى خليتين وتكونت الموريولا والبلاستوسيست. هنا إذا تلاحظون ابتدت مثل الإصابع تدخل وين؟ في جدار الرحم. ليش حتدخل؟ حتى تتم عملية تغذيتها من الأم. وهنا في اليوم السادس أو السابع صار عندي انغراس implantation partial، يعني الانغماس أو انغراس راح يصير انغراس جزئي. هذه هي المراحل إذا طلعتوها من المحاضرة الأولانية، هاي هي المراحل أو هاي 7 أيام الأحداث اللي جرت في بالنسبة للجنين. طيب ننتقل إلى الأسبوع الثاني نشوف إيش راح يصير بالأسبوع الثاني. خلي هاي الصورة بعدين. هاي مثل ما قلت لكم أكو انغراس هنا التروبوبلاس، شوفوا باليوتراين ستروما. راح تقول شنو الستروما؟ الستروما هي الطبقة الثانية بعد الإبيثيليوم بالنسبة للرحم. شوفوا هاي الطبقة الأولى، هاي الطبقة الثانية. شوفوا الانغراس، شوفوا الأصابع ابتدت تنغرس حتى يحصل على الدم من الأم اللي يحمل الأكسجين وكذلك الغذاء. طيب إذا انتقلنا هسه ننتقل إلى الأسبوع الثاني، ننتقل إلى الأسبوع الثاني نشوف شنو اللي راح يصير بالأسبوع الثاني. أنا قسمتها على شكل أيام، اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم الـ11 وهكذا. خلينا نشوف باليوم الثامن اللي هو بداية الأسبوع الثاني. The blastocyst is partially embedded، يعني مثل ما قلنا هو انغراس جزئي. In the endometrium ستروما التروبوبلاست راح ينقسم، شوف هنا التروبوبلاست راح ينقسم إلى قسمين، كذلك الانر الامبريوبلاست كذلك هم راح ينقسم إلى قسمين أو نوعين من الخلايا. خلينا نشوف واحدة. الاندو التروبوبلاست راح ينقسم إلى طبقتين، الطبقة الداخلية راح تكون خلاياها هذه هنا عندكم هنا بصورة أوضح. هذه اللي فوق راح نسميها سايتوتروبوبلاست. شوفوها من خلال الكتاب، هذه الطبقة الأخضر الفاتح، هاي الأخضر الفاتح تشوفوها هاي الخلايا راح نسميها سايتوتروبوبلاست. هاي الخلايا خلنا نقراها هنا. An inner layer mononucleated cells راح نسميها سايتوتروبوبلاست. طيب الاوتر اللي هي هاي الخضرة الغامقة، هاي هي الخارجية راح نسميها ساينوسايتوتروبوبلاست. وهاي ايش تحتوي؟ تحتوي على سايتوبلازم، تشوفون عديد الأنوية بالتي نيوكليدايد without cell membrane، وماكو عندنا جدار لكل خلية، يعني كل خلية ما مفصولة عن
الأخرى. إذن التروبوبلاست كون لي طبقتين اللي هي سايتوتروبوبلاست والساينو سايتوتروبوبلاست. اللي هي شنو الفرق بين الاثنين؟ هذه وحيدة الأنوية وشريط واحد وتكون داخلية، هذه راح تكون خارجية. ومثل ما قلنا السايتوبلازم راح يكون مالتي نيوكليدايد وما موجود عندي السيل ممبرين. طيب راح نشوف هنا، خلي هذه هنا the sinitio tropoplast راح يصير phagocytic، يعني حيلتهم. it makes a pit، مثل ما قلنا راح يسوي فت حفرة بالإندوميتيريوم ستروما، وgradually sinks يعني حيغوص بيها، مثل ما شوفتكم هنا بهاي الصورة. هنا راح يبتدي هنا راح يغوص بيها into it until the blastocyte sinks completely، حتى شوفوا يدخل تماما إلى داخل الإندوميتيريوم. راح يكون لي small swelling، يعني فد مثل الحباية أو مثل الدمبلة، راح يسوي لي انتفاخ. طيب the site of entry of a blastocyte is closed by fibrinic clot. هنا أكو هنا حتى قفل ينقفل بعد ما يخش هذا البلاستوسايت البلاستوسيست، هذا كليته المكونات السائل والخلايا هذه، راح هنا راح يقفل بواسطة الفبرين كلوت اللي هو بكان الدخول، مثل الفتخثرة كوأجيوليام هنا فتخثرة راح تقفل هذا المنفذ. ليش؟ حتى لا يخلي الجنين هذا يطلع إلى الخارج، لا يخلي هذا الجنين يطلع إلى الخارج. طيب احنا مثل ما قلنا التروبوبلاست هنا كولي نوعين من الخلايا، اللي هي هذه وهذه، هذه وهذه، مثل ما تشوفوها هنا، هاي الخضرة الفاتح وهاي الخضرة الغامق، هاي السايتو وهاي الساينو، عرفتوا شلون؟ ولازم تحفظون الفرق بين الاثنين. طيب هسه شو نشوف؟ نشوف الانر اللي هو الجنين امبريو بلاست ايش راح يسوي لنا. كذلك شوفوا همينا نوعين من الخلايا، هاي الصفرة، هاي الصفرة وهاي الزرقة، همينا نوعين من الخلايا. خلينا نشوف شنو هذني النوعين من الخلايا. شو نقول؟ cells of the inner mass اللي سميناها embryoplast are also differentiate into two layers. الأولانية layer of small cubital cells اللي هي خلايا، تشوفوها خلايا مكعبة، خلايا مكعبة adjusted to the blastocyst. المن تقابل؟ تقابل البلاستوسيست cavity اللي هي هذه هنا، أو بعدين راح نسميها اليوكساك، بعدين راح نسميها اليوكساك. طيب هذه شكلها يكون مكعب adjusted to the blastocyst cavity، راح نسميها الهايبوبلاست. شنو هايبوبلاست؟ كلمة هايبو، هايبو يعني أسفل، هايبو يعني معناتها أسفل. هاي كتبت لكم إياها، هايبوبلاست اللي هي هذه الصفرة اللي تكون إلى الأسفل، وهذه راح نشوف إلى الأعلى. طيب بالنسبة للأسفل الهايبوبلاست لاير، هايبو شوفوا من أنا وهي تمتد كلها، ترى هاي كليتها شنو؟ كليتها هاي اللون الأصفر هي الهايبوبلاست لاير. in future from endoderm layer، هذه الطبقة هسه احنا عندنا أهم شيء، أهم شيء راح نكون أنواع الأنسجة للجسم. تعرفون أنتوا الجسم مثل ما قلنا هي هذه الانر أو الامبريو، لازم يكون لي ثلاث طبقات من الأنسجة اللي هي الاندوديرم والإكتوديرم والميزوديرم. هذه اللي لونها بالأصفر هي هاي راح تكون لي الاندو يعني الداخلي،
الاندودير. الاندودير. طيب خلي نشوف الاكزو شلون راح يتكون. طيب a layer of high columnar cell adjusted to the amniotic cavity راح نسمي ايبي. ايبيبلاست. ايبيبلاست لاير. ايبيبلاست هي شنو يعني؟ الى الاعلى. الى الاعلى. وهذه الخلايا شكلها عامودي، يعني مثل إهيج إهيج هالشكل. هذا خلايا عامودية طبعا، وكل خلية بيها نواة عامودية الشكل. in future راح تكون لي الإكتودير. مثل ما تعرفون الإكتودير هو الجزء الخارجي شبابنا، هذا الجزء الخارجي. طبعا الإكتودير هو اللي راح يكون الجلد وغيره من المشتقات. At the same time في نفس هذا الوقت a small cavity appears within the epiplast. في نفس هذا الوقت وهاي الانقسامات راح يتكون عندي cavity يبتدي يكبر، راح نسميه amniotic اللي هو cavity. amniotic cavity خلوا بالكم هنا راح تتكون عندي ثلاث طبقات. احنا هنا نتكون الطبقتين الاكتو والاندو، وباقي الميزو هسه راح نحكي عليها بعدين لان هي اخر شيء تتكون. كذلك الكافيتي. الكافيتي همين راح تكون عندي 3 كافيتي. الاولانيه راح نسميه الغشاء الامنيوني اللي هو امنيوتيك كافيتي. امنيوتيك كافيتي هذا سيباريتد، هذا راح يفصل the embryo embryonic ectoderm cell عن السيتوتروفيك بلاست epiplast cell الملاصقة إليه to the cytoplast، وراح نسميه amino plast. هاي هنا راح نسميها amino plast. طيب هذا تقريبا الاندو material stroma adjusted to the implantation site is ادميتيوس هايلي فازيكولار يوتيراين جلاند سكريت. مثل ما قلنا هذا هنا راح يتم الافراز من اليوتيراين جلاند، راح يصير افراز للكلايكوجين والميوكاس المخاط والكلايكوجين لتغذية الجنين. هذا ما حيحصل في اليوم الثامن، هو دخول الجنين في بطانة الرحم في الاندوميتيريوم. ليش؟ على مود حتى ياخذ تغذيته من الام، والمسؤول على جزء التغذية ويا الام هو سينسيتيو تروبوبلاست. سينسيتيو تروبوبلاست. اما الجزء في نمو الجنين فهو مثل ما تشوفون هنا الهايبو الابي والهايبو بلاست هنا على الثنين. بريوبلاست انقسمت الى طبقتين، الابي بلاست اللي هي الفوق والهايبو بلاست اللي هي تحت. الابي راح تكون الاكتودير والهايبو راح يكون لنا الاندودير، يعني هذين الطبقتين راح تتكون هنا بين خلايا الابي. خلوا بالكم من هاي النقطة، بين خلايا الابي بلاست راح يصير عندنا تجويف اللي هو امنيوتيك كافيتي بين خلايا الإبيبلاست. هاي إبيبلاست وهاي إبيبلاست اثنيناتهن راح يتكون بيناتهن تجويف، راح نسميه الإبي الأمنيوتيك كافيتي. مثل ما تشوفون هنا هذني خلايا الإبي، خلايا الإبي اثنيناتهن بالنص راح يكون عندنا الأمنيوتيك كافيتي. طيب هذا ما قد يحصل في اليوم الثامن. في اليوم التاسع ايش راح يصير عندنا؟ في اليوم التاسع ايش راح يصير عندنا؟ خلي نشوف ايش راح يصير عندنا من خلال الصور اللي متكونة عندنا هنا. تمام نشوف هاي الصورة، نشوف هاي الصورة هنا. طبعا احنا مقسميها هنا الى قسمين، هذا عن تطور مثل ما قلنا الجنين، وهذا الجزء اللي يجيني من الام. حتشوفون هذني هسه حنشرحهن بالضبط. في اليوم التاسع البلاستوسايت is more deeply embedded. البلاستوسايت راح يزيد انغراسها في داخل الاندوميتيريوم. and
The penetration defect in the cervix epithelium is closed by fibrin. مثل ما قلنا القفل هنا بواسطة الفبرين بطانة الرحم coagulium. هاي مثل الخثرة. شلون تصير خثرة؟ من واحد ينجرح تصير خثرة مال الدم حتى تمنع خروج الجنين وتحافظ عليه تحافظ عليه في الداخل. طيب vacuoles انتبهوا هنا على الكلمة vacuoles appear in syncytiotroboplast. These vacuoles fuse to form تتحد الفاكوليز حتتحد حتى تكون ان اللاكوني. شوفوا هذه هنا this process هاي العمليه راح نسميها لاكونر ستيج. اذا يجيك تعريف على اللاكونر ستيج هي عمليه الفاكوليز تظهر في السنسيتيو تروبوبلاست وهذه يحصل لها فيوز حتتحد حتى تكون اللاكوني اللي هي الفجوات الأكبر. A thin membrane راح نسمي exocolumic membrane. تشوفون هذا الغشاء الرقيق كلش هذا راح نسميه exocolumic membrane. Exocolumic membrane هاي التأشيرة عليه. وهنا إذا تروحون بهاي الصورة هنا هاي الخط الأحمر هو هذا الغشاء المحيط بالتجويف اللي تسميه exocolumic membrane. طيب هنا هذا الغشاء this membrane exocolumic membrane together مع الهايبوبلاست راح يكون لنا lining of exocolumic cavity. هنا هذا الاكسوكولوميك كافيتي هذا التجويف في البداية راح نسميه بريميتيف يعني بداية بريميتيف يوك ساك. This membrane exocolumic membrane راح يتحد ويا الهايبوبلاست حتى يكون لنا the lining of exocolumic cavity. في البداية راح نسميه بريميتيف لأنه بدائي بريميتيف يوك ساك بعدين حيتطور ونشوف بالمستقبل إيش راح يصير في المستقبل. من هالجهة هذه هذا عن تطور تكوين الإمبريو اللي هو الجنين أو شلون راح يتطور الجنين. هذا الجزء اللي من هالجهة هذا من الأم هذا دور الأم حتى لازم يدخل للجنين والجنين لازم مثل ما قلنا يتغذى حتى يصير عملية جروث يكبر عن طريق الأوعية الدموية البلاد فيزلز هذه انلارجد حتى تكبر وتدخل في اللاكوني مثل ما قلنا تروبوبلاستيك لاكوني مثل مو قلنا الفيزلز راح تكبر وتصير لاكوني. شوفوا هذه هي الجيوب اللي تدخل بها الام وراح تحيط الجنين كليته مثل ما حنشوف في الايام القادمه. يقولون هسه اليوم التاسع وراء العاشر اليوم العاشر ما صارت باحداث وانما في احداث بال11 وال12 day syncytio tropoplast is characterized راح تتميز by lacunar spaces مثل ما قلنا بهذه الفراغات اللي موجودة عندنا اللاكوني هاي الفراغات that form inter communicating network مثل الشبكة راح تصير هنا عندنا cells of syncytio tropoplast penetrate deeper into the stroma إيروتس يعني تتغلغل في الماتيريال كابيلاريز. These capillaries are congested and dilated are known راح نسميه sinusoids. The lacunae become continuous with sinusoids and maternal blood enters the lacunars. حتى هذا التواصل بين هاي الجيوب بدي اشوفوه هنا اللي صارت مليانة هذه الجيوب بالدم اللي دا يجينا من شوف هاي كليتها راح تملي حتى تملي بالدم حتى مع مرور الوقت the lacunae become continuous with sinusoids
and maternal blood enters the lacunar system with increasing sinusoid in the lacunar system, establishing uteroplacental circulation is formed. حتى يصير فد رابطة بين اليوتريس اللي هو الرحم والبلاسنتا حتى مع مرور الوقت يزيد دم الأم عند الطفل ويصير عندنا فد دورة دموية. طيب the new cells appear between inner surface of cytotroboblast and outer surface of exocolumic cavity. راح نسميه هذا مثل ما قلنا كان primitive yolksac هسه صار عندنا اليوكساك راح نسميه اكسترا embryonic mesoderm اكسترا embryonic mesoderm اللي هو هذا الاكسترا هاي الطبقة السميكة شوفوا صارت عندنا فالطبقة سميكة راح نسميها اكسترا embryonic mesoderm وهاي راح تكون لنا الطبقة الثالثة مثل ما قلنا هاي الطبقة الأولى اللي هي الإكتوديرم هنا وهاي الطبقة الثانية اللي هي الإندوديرم وباقي عندنا الميزوديرم كافيتي الكافيتي الأولاني هنا هذا راح نسميه مثل ما قلنا اليوكساك وهذا الأمنيوتيك هنا راح يتكون عندي كافيتي ثالث احنا لازم يتكون عندنا 3 كافيتي راح نسميه اكسترا امبريونيك كافيتي اللي هو كوريونيك كافيتي هنا هذا ايش راح يسوي هذا الكوريونيك هذا كافيتي راح يفصل لي مثل ما تشوفون هنا هذا هو الكافيتي مثل ما قلنا الكوريونيك راح يفصل لي الميزوديرم اذا طبقتين طبقه داخليه اللي هي ملاصقه لليوكساك راح نسميها سبلانشينيك ميزوديرم سبلانشينيك عندنا تو كافيتي اكسوكولوميك كافيتي اللي هو هذا اليوكساك والامنيونيك كافيتي هاي اثنين وهنا راح يتكون عندنا الكوريونيك كافيتي اللي هو الكافيتي الثالث او نسميه اكسترا امبريونيك كافيتي او الكوريونيك كافيتي هذا الكوريونيك كافيتي راح يفصل لي الميزوديرم اللي هي الطبقة الثالثة من الأنسجة إلى قسمين قسم داخلي راح نسميه اكسترا امبريونيك سبلانشينيك ميزوديرم هذا راح يكون مقابل اليوكساك تلاحظون هاي هذه مقابل اليوكساك أما طبعا هنا قلنا الكافيتي موجود هنا الكوريونيك كافيتي وهنا هاي الطبقة الثانية راح نسميها اكسترا امبريونيك سوماتيك ميزودير هاي طبقة وهاي طبقة إذن الكوريونيك اللي هو هذا الكافيتي الثالث هذا اللي بالوسط راح يقسم لي الميزودير إلى طبقتين اكسترا امبريونيك سبلانشينيك ميزودير وهذا راح يكون مقابل اليوكساك هاي اليوكساك هاي كليتها هاي اليوكساك هاي مقابلها وهذا الثاني اللي هو اكسترا امبريونيك سوماتيك ميزودير هنا راح تشوفوها هي نفس الشيء مثل ما شرحناها اثنيناتن وهنا راح نشوف this cavity divided mesoderm into اكسترا امبريونيك سبلانشينيك ميزودير اللي هو محيط باليوكساك covering يوكساك والاكسترا امبريونيك سوماتيك ميزودير هذا راح يحيط بالسايتو تروبو بلاست اللي هي هاي الخضرة الفاتح مثل ما أخذناها سابقا هذا ما قد يحصل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر أو اليوم الثيرتين مثل ما تلاحظون هنا هاي الطبقة الخارجية السنسيتيو تروبو بلاست شوفوا امتلت شوفوها كليتها بالتروبوبلاست لانكوني امتلت بكميات كبيرة من الدماء اللي تجينا من الأم لتغذية هذا الجنين حتى هاي الجيوب هنا شوفوا كليتها زادت بالفجوات باللانكوني مال الدم اللي يجيني من الأم لتغذية جنين المستقبل حتى قد يحصل في هذا اليوم
خروج قطرات من الدماء نتيجة زيادة الدم المتوارد إلى الجنين إلى الخارج، ويعني قد الأم تخاف من هاي نقطة الدم أو شيء، لكن هذا شيء مو مخيف لأن هاي فد شغلة طبيعية. هسه طبقة الميزوديرم هنا مثل ما تلاحظون، مثل ما قلنا متكونة من طبقتين سبلانشينيك وسوماتيك هذني مثل ما تلاحظون. نتيجة هذا التجويف، الكوريونيك كافيتي راح يكبر، فسبلانشينيك هذه هي مجموعة الخلايا اللي دا تلاحظوها الإكتوديرم والإندوديرم، هاي كليتها شنو راح تنفصل والكافيتي راح يكبر هنا، والسوماتيك راح تصير إلى هذه الجهة نتيجة شنو هذا التجويف الأكسترا إمبريونيك اللي هو كوريونيك كافيتي كبر عندنا بهذا الحجم. طيب هسه الميزودير هنا صار جزئين راح يربط بيناتهم كونكتيف ستاك، هذا الرابط اللي تشوفوه هنا هو اللي راح يربط بين الطبقتين هذني، وهنا نفس شوفوا هنا قفلت حتى بطانة الرحم قفلت، وهذا اللي كان موجود مثل الخثرة هنا اضمحل وانتهى عندنا موجود هنا. فتلاحظون شوفوا انتبهوا زين، هنا مثل ما قلنا التجاويف صارن ثلاثة، هنا صار الامنيوتيك كافيتي، وهنا صار مو قلنا هناك صار برايماتيف يوكساك، هسه صار اسمه سكندري يوكساك، هذا سكندري يوكساك، والكوريونيك هذا صار هنا، اذا صار 1 2 3 كوريونيك. وبالنسبة للتشو طبقات الثلاثة، هذه الاكتودير وهذه جواها الاندودير الداخلية، وهذه هي السبلانشينك ميزودير، هاي طبقة الميزودير. إذا قريناها هنا The hypoplast produce additional cells that migrate to هاجر along the inside of the exocolumic membrane حتى تكون لنا السكندري يوكساك، هاي مثل ما قلت لكم هنا السكندري يوكساك، أو ساعات نسمي هالسكندري يوكساك اللي أحسن يعني ديفينيتيف يوكساك اللي هو كيس الصفار الأساسي ديفينيتيف يوكساك. During the definitive يوكساك formation خلال ما يتكون هذا الكيس الصفار الأساسي large portion of the exocolumic cavity are pinched off represented by exocolumic cyst. ها هنا تلاحظون شلون واحد من ينتف فتشي او ينتف القطن، او يعني هذا مجرد تشبيه، هذا النتف راح يسوي لي مثل الساق، exocolumic cyst اللي هو هذا exocolumic cyst، هذا يعني شو مثل ما قلنا فد شغلة تنتفها وتطلع مثل تتفرتك أو شيء من هذا القبيل. expandis يعني راح يكبر ويتمدد and form a large cavity راح نسميه chorionic cavity اللي هو هذا كوريونيك كافيتي اللي هو هذا التجويف الثالث. The extra embryonic somatic mesoderm راح يبطن السيتوتروفوبلاست راح نسميه الكوريونيك بليت، هو صفيحة الكوريونية. The only place ها اللي هو هذا الرابط. The only place where extra embryonic mesoderm traverses اللي هو المكان الوحيد اللي ينقطع به التجويف حتى يتصل بالكوريونيك كافيتي is in the connecting stalk
اللي هو هذا، هذا الرابط، هذا هنا اذا تشوفوه هو هذا الرابط، شوفوا بين هذني الاثنين، هذا راح نسميه كونكتنج ستوك، كونكتنج ستوك وذ، هذا راح يتطور ديفلوبمنت اوف بلاد فيزلز ذا ستوك بيكام امبليكال كورد. هو هذا راح يكون امبليكال كورد اللي هو الحبل السري اللي هو بين الجنين من جهه وبين الام من الجهه الثانيه اللي هو هذا مثل ما قلنا الكونكتيف ستوك. اتمنى انه تكون توصلنا الى نهايه اليوم الرابع عشر. حصيله هالاسبوعين هذني الاول والثاني تكونت عندي او وصول دم الام للجنين. ليش الدم يوصل للجنين؟ حتى يزوده بالاكسجين والفود والغذاء، والجنين اصبح له ثلاث طبقات اللي هي الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم، وصارت عندي ثلاث تجاويف امنيونيك كافيتي وسكندري اوكساك والكوريونيك كافيتي. اذا شفنا هالتطورات هذه على الصورة اللي موجودة عندكم في الأسبوع الثاني، هذا باليوم الثامن من الفيرتلايزيشن، هذا التطورات، هذا التروبوبلاست وذ اللاكوني، شوف هاي اللاكوني، هاي يعني فراغات بيض، هاي فراغات بيض هنا يجي يدخل بيها الدم، يجي يدخل بيها الدم. هنا صارت عملية من العاشر والـ11 من عمر الجنين. هنا صار الامبلانتيشن، قلنا أول شيء راح يكون بارشيال جزئي ثم يتكون يصير عميق. هنا شوفوا الدماء شلون قامت تحيط بالجنين، وهذا اليوكساك هنا يتكون، والأمنيوني هنا مثل ما قلنا، وهذا الكوريون هنا بهذا الفراغ، هذا الثالث هنا إذا تلاحظون باليوم الثالث عشر أمنيونيك كافيتي اللي هو هذا فوق، اليوكساك اللي هو هذا بالوسط، هذا الكوريونيك هذا اللي صار هنا، وهنا إمبريونيك ديسك دورزال فيو هنا تكونت عندي الطبقات الثلاثة اللي راح تكون بالمستقبل الجسم ككل. وبهذا انتهينا من الأسبوع الثاني من التطور بالنسبة للجنين، وأتمنى لكم إن شاء الله أنه تقروها بعناية، ووفقكم الله، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة، وشكرا، مع السلامة.